السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أعزائي الكرام، أعضاء المجموعة، تحية طيبة. طبعا أعتقد أن هذا الفيديو سيصبح بالمزاد إن شاء الله لصالح المشروع. طبعا الآن سنذهب بكم بمشهد من وادي المهر، من حوف المستقبل وحتى حبر في مشهد واحد. تشاهدون حميدة أمامكم، ورأس حميدة وحجرة ريمة ووادي المهركل وحتى وادي حبر بإذن الله. طبعا هذا حوف المستقبل، دكان المقذي هنا، هنا جسر سورة، هنا سفال حميدة، هنا حيث ملا السكن حق العمال، وهنا الدكاكة تقوم بالعمل في المسار الجديد. طبعا المشهد بعيد جدا، شوف لن تتمكن من مشاهدة أي معدات إلا بالتقريب، وبعد التقريب برضو لم تكن الصورة واضحة. نواصل المسير، شوف ما شاء الله حميدة الذي كانت نقيل بالسابع تمشي السيارة السنجل بكل أريحية، وهنا حجرة ريمة أصبحت لا شيء أمامنا لأننا مرتفعين عليها كثير. وهذا هو وادي المهركل ما شاء الله، شوارع، هذا هي شوارع المنصور، وهنا مفرق غيثان، هذه هي غيثان الأخوة، وهناك وادي حبر، هناك مفرق الخميس، وبعده وادي حبر، وهناك برضو جبل مطحن، هناك الكداش تحت، هناك فوق كدشي العزري، هناك فوق كدشي العزري، وبعده هناك دي صالح، وإلى عند بيت النبي محمد حسين، والدائري الغربي في جبل مطحن، الدائري الغربي لسوق المدينة. أتت بقوة، احتمال لن تسمعوا صوتي تماما. استودعكم الله.